حكايات بنسمعها. بعد ما خلصنا قصص الحيوان في القرآن، اتطلب مننا كتير الفترة اللي فاتت إننا نكمل في القصص الدينية والحكايات اللي فيها عبرة وموعظة لأطفالنا علشان يعرفوا دينهم بشكل بسيط، وكمان علشان يتربوا على نفس القيم اللي احنا تربينا عليها. ويلا بينا على طول نبدأ في أول قصة من قصص الإنسان في القرآن الكريم. وبتبدأ الحكاية مع بحار اسمه جلال الدين، واللي بيكون قائد لمركب في البحر. وفي الوقت ده بتيجي عاصفة كبيرة كانت هتسبب غرق المركب، لكن المساعدين بتوعه لؤلؤ ومرجان بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم ينقذوا المركب ويفتحوا الشراع بتاعها علشان ما تغرقش، وبيكونوا خايفين جدا. لكن البحار جلال الدين بيكون مش خايف، وبيقول لهم ان كل حاجة بتحصل في الدنيا بتكون بأمر من ربنا سبحانه وتعالى، وان ديننا علمنا ان قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، علشان كده مش لازم نخاف قوي للدرجة دي. وفعلا بعد شوية بتهدى العاصفة تماما، وبيقول لهم جلال الدين يستعدوا علشان هيرسوا عند مدينة يرتاحوا شوية ويمشوا تاني. وفي المدينة دي بيكون في طفل اسمه زياد قاعد مع باباه ومامته، وباباه بيقول ان هما مش معاهم فلوس الفترة دي، وانه لازم يبيع من لبن الماعز للبحارة علشان يكسب فلوس. وزياد بيقول له انه عايز يساعده علشان هو كبر دلوقتي ويقدر يساعد باباه في الشغل، وبابا بيوافق بس بشرط ان زياد يسمع الكلام. وبيروحوا فعلا هما الاتنين عند المينا علشان يبيعوا لبن الماعز للبحارة، وبالصدفة بيقابل زياد لؤلؤ ومرجان، وبيعرض عليهم يشتروا منه لبن الماعز، لكنه بيبص على السفينة الضخمة بتاعتهم وبيعجب بيها جدا، وبيكون نفسه يطلع عليها ويتفرج عليها من قريب. ولؤلؤ ومرجان بيقولوا له انه ما ينفعش يطلع علشان سنه صغير، بس زياد بيقول لهم انه ممكن يديهم لبن الماعز مقابل انهم يسمحوا ليه ان هو يطلع يتفرج على السفينة، وفعلا بيوافقوا. لكن المشكلة ان زياد لما بيطلع على السفينة بيستخبى في قارب صغير وبيروح في النوم. وبعد شوية بيرجع جلال الدين وبيقول للؤلؤ ومرجان يستعدوا للانطلاق، وبعد ما بيمشوا بيتفاجئوا بزياد انه معاهم على السفينة وهم مش عارفين، لانه كان نايم وما كانوش عارفين انه موجود اصلا. فبيسألوا جلال الدين هو مين وبيعمل ايه هنا، ولما بيعرف انه تايه وطلع على السفينة بالغلط بيقرر يرجع المينا تاني علشان يوصل زياد لأهله. لكنه لما بيرجع وبيروح على المكان اللي ساكن فيه زياد بيلاقي اهله مش موجودين، وبيعرف من واحد في المينا ان اهل زياد كلهم ركبوا سفينة وراحوا علشان يدوروا عليه. فبيقرر جلال الدين ان زياد يفضل معاهم على المركب علشان ما يتوهش وهو لوحده. وفي الطريق بيفضل جلال الدين يتكلم مع زياد وبيقول له ما ينفعش اللي عمله ده، لانه ما سمعش كلام باباه وده غلط كبير، ولازم نسمع كلام اهالينا دايما لان مصلحتهم علينا وفاهمين اكتر مننا. وبيقول له انه المفروض كان عمل زي الغلام اللي في قصة اصحاب الاخدود، بس زياد بيقول له انه ما يعرفش قصة اصحاب الاخدود. فبيقرر جلال الدين انه يحكي له الحكاية، وبيقول له على غلام صالح كان عايش في زمن سيدنا عيسى عليه السلام في مدينة نجران جنوب الحجاز، وكانت المدينة دي بيحكمها ملك ظالم اسمه يوسف ذو نواس، وكان الملك ده بسبب انه فاسد بيرفع من شأن السحرة وبيقلل من شأن رجال الدين وبيدعو الناس تعبده وفاكر نفسه إله. وفي الوقت ده بيروح كبير السحرة للملك، لكن الوزير بتاع الملك بيكون مش بيحب الساحر ده، وبيقول للملك انه مخادع وبيعمل خداع للبصر بس، وكل اللي بيعمله ده اكاذيب. لكن الملك بيزعق للوزير وبيقول له عايزين نعرف الساحر عايز ايه الاول، وبيكون الساحر عايز الملك في موضوع مهم، وبيقول له انه خلاص كبر في السن دلوقتي وعجز وخايف ان العلم والسحر بتاعه كله يضيع على الفاضي، علشان كده هو عايز ولد صغير يعلمه السحر ويعرفه كل الحاجات اللي هو بيعرف يعملها علشان لما الساحر يموت يبقى فيه خليفة من بعده. والملك بيقوله انه موافق على الاقتراح ده، لكن المهم انه ينقي طفل كويس وشاطر ويقدر يكمل المسيرة من بعده. وفعلا بيختار الساحر ما بين اولاد كتير جدا، وبيقع الاختيار على ولد اسمه عبد الله، وبيكون هو اشطر واحد في كل اللي موجودين. وبيقول له الساحر انه هيخلي عبد الله يشارك في الاحتفال بتاع الملك، وعبد الله بيقول له انه هيبذل كل جهده علشان يحسن خداع البصر. وساعتها الساحر بيتضايق وبيقول له موضوع خداع البصر ده ما تجيبش سيرته تاني، علشان الناس فاكره ان اللي احنا بنعمله ده سحر بجد، لكن لو عرفوا ان احنا بنخدع عينيهم بس محدش هيخاف مننا ولا هيكون لينا شأن كبير في
المملكة تاني. وبعد ما عبد الله بيخلص بيكون مروح للبيت، لكنه في الطريق بيقع في حفرة كبيرة وبيقابل راهب، والراهب ده بيقول له أنا الراهب المؤمن اللي بيدعو الناس لعبادة ربنا سبحانه وتعالى، والملك بيدور علي علشان يقتلني. وعبد الله بيفضل يتحايل عليه يرميله حبل وينقذه من الحفرة، فبيقول له الراهب لو أنت ساحر بجد وريني هتخرج من هنا إزاي. وساعتها عبد الله بيعرف إن اللي بيتعلمه ده كله عبارة عن خداع فعلا. وبعد شوية بيرميله الراهب حبل وبيقوله أنت غلام طيب، ولو اتعلمت إنك تذكر ربنا وتعبده حق عبادة هيكون ليك شأن كبير جدا. وانت دلوقتي قدامك حل من اتنين، يا إما طريق الساحر والضلال يا إما طريق الراهب والإيمان، وانت اللي هتختار ما بينهم. وبيمشي الراهب بعدها، ومن بعدها بيكون عبد الله محتار ومش عارف يعمل ايه في الموضوع ده ولا عارف يختار مين فيهم. وفي الوقت ده بتظهر دابة في المدينة مخوفة كل الناس، وهي كائن شبه الأسد كده. ولما بيروح عبد الله يقول للساحر اننا لازم نتصرف ونقتل الدابة دي، فبيقول له الساحر اننا مش هنعرف نعمل حاجة لاننا بنخدع البصر بس، لكن انت بقى ورينا شطارتك وقولي ممكن نعمل ايه معاها علشان نخلي الناس تحبنا. وساعتها بيقرر الغلام انه يواجه الدابة دي وبيقول دعاء يا رب لو كان امر الراهب عندك احب من امر الساحر فاقتل الدابة دي. وبيمسك طوبة في ايده وبيقول بسم الله رب موسى ورب عيسى ورب كل الناس، وبيرمي الطوبة، والطوبة بتيجي في الدابة وبتقتلها. وساعتها بيتأكد عبد الله ان طريق الراهب هو الطريق الحق، وعلى طول بيجري الغلام على الراهب علشان يقوله انه عايز يتعلم كل اللي عنده. والراهب بيقوله ان مفيش حاجة يعلمها له او يوصيه بيها احسن من انه يعبد الله حق عبادة ويتوكل على الله في كل حاجة في حياته ويدعي ربنا دايما ويمشي على تعليم سيدنا عيسى عليه السلام. وبسرعة الخبر ده بينتشر في المدينة كلها، والناس في الشارع بيكلموا بعض ان الغلام قال دعاء معين قبل ما يرمي الطوبة، والدعاء ده هو اللي كان سبب في موت الدابة. والناس كلها بتبتدي تنقل الاخبار دي لبعض. ولما الخبر بيوصل للملك بيتضايق جدا وبيقول ان الناس في المملكة مش بيجيبوا سيرته هو في اي حاجة، والمدينة كلها بقت بتتكلم عن الغلام. وبيفضل يزعق للوزير بتاعه وبيفكروا انه راجل ضرير ومش بيشوف، ومع ذلك الملك بيديله فلوس علشان ياخد منه الحكمة بتاعته، وهو اصلا ملوش فايدة في الاخر. وبيفضل يزعق مع الساحر برضه. وبعدها بيروح الوزير لاهل الغلام عبد الله وبيقوله انه عايزه يدعي ربنا انه يفتح ويرجع يشوف تاني. وعبد الله بيقوله انه مش هيعرف يعمل حاجة، وان كل حاجة باذن ربنا سبحانه وتعالى، واحنا كبشر لا نملك الا الدعاء. وبيحط ايده على دماغ الوزير وبيفضل يدعي ربنا انه يرد ليه بصره، وفعلا بيفتح الوزير وبيشوف تاني. وبيفضل الوزير يشكر الغلام، وعبد الله بيقوله انه ما عملش حاجة وان ربنا هو اللي رد ليه بصره، ولو عايز يشكر حد يشكر ربنا. بعدها بيعرف الملك ان الوزير بقى يشوف وبيقول عليه انه خاين لانه راح للغلام اللي الناس كلها بتتكلم عنه وبيقول عنه انه صاحب معجزات. وفعلا عبد الله في الوقت ده بقى محبوب من كل الناس وبقى يعالج المرضى بالدعاء وربنا بيستجيب ليه، والناس بتبقى فاكرة انه عبد الله هو اللي شفاهم. وفي الوقت ده بيجي فارس للملك وبيعرفه ان عبادة ربنا انتشرت في نجران اللي هي البلد اللي الملك يوسف ذو نواس بيحكمها، والدين ده هو دين سيدنا عيسى عليه السلام، واللي ساعد اكتر في انتشار الدين ده هو ولد صغير من المدينة. والملك بيقول له انا عرفت خلاص مين الولد ده وعارف انا هعمل معاه ايه ومع كل الخونة اللي سابوا الدين بتاعنا وبقوا يعبدوا ربنا. وبعدها بيأمر الملك كل الحراس بتوعه انهم يقبضوا على الوزير وبيفضل يعذب فيه علشان يعرف مكان الغلام. ومع كتر التعذيب بيضطر الوزير انه يتكلم وبيقول لهم على مكان الغلام. وبعد شوية الحراس بتعرف مكان الراهب وبيقبضوا عليه هو كمان، والاخبار بتنتشر بين الناس كلها، واهل المدينة بيقولوا انهم لازم يقفوا للملك لان ظلمه زاد قوي الفترة الاخيرة، وخصوصا لما امر الحراس بقتل الوزير والراهب، وهو دلوقتي واخد الغلام عنده علشان يعذبه واحتمال يقتله في اي وقت. وفعلا بيكون عبد الله بيتعذب، والملك بيقول له انه ممكن يسيبه لو هيقول للناس كلها ان الملك يوسف هو الاله اللي الغلام قال اسمه لما قتل الدابة. وعبد الله بيقول له مستحيل يعمل كده، وبيفضل يكرر لا اله الا الله رب موسى ورب عيسى ورب الناس اجمعين.
فبيقرر الملك ساعتها إنه يقتل عبد الله، لكن الساحر بيقوله لو قتلته هتخليه بطل في وسط الناس وهتخلي المدينة كلها تهتف باسمه ويحبوه، لكن إحنا لازم نفكر في طريقة علشان نتخلص بيها منه وتبان إننا مناش يد في الموضوع ده. وفعلا الملك بيسمع كلامه وبيخلي واحد يمشي في المدينة كلها وينادي بأعلى صوت ويقول إن الملك قرر إنه يخلي الغلام عبد الله واحد من الحاشية الملكية بتاعته، وبقى قائد للجنود وقريب من القصر، وبكده الملك كرمه. وفعلا الخطة بتنجح والناس بتبدأ تحب الملك لأنه قرب الغلام منه وحافظ عليه، وبيشوفوا الحراس بتوع الملك وهم ماشيين وعبد الله ماشي في النص معاهم، وبنعرف إنهم رايحين رحلة صيد مع بعض. والحراس بيفضلوا يقولوا لعبد الله إنهم عايزين يطلعوا على قمة الجبل ويوصلوا لأعلى نقطة علشان يصطادوا، وبعد ما بيوصلوا بيقول لهم عبد الله أنا عارف إنكم طلعيني هنا علشان تخلصوا مني، بس أنا هدعي ربنا إن أنا اللي أخلص منكم. وبيفضل يدعي ربنا إنه يتخلص منهم وإنه يخرج من الموقف ده، وفعلا بيحصل اهتزاز في الجبل وبتقع الصخور اللي واقف عليها الجنود، لكن المكان اللي واقف عليه الغلام بيفضل سليم زي ما هو. وبعد شوية بيروح عبد الله لقصر الملك علشان يقوله إنه ما حصلوش حاجة وإن الجنود بتوعه هم اللي ماتوا، وطبعا الملك بيتضايق وبيفضل يقول للساحر أنت فاشل وبسببك أنا خسرت 4 جنود من أفضل الجنود اللي عندي. وفي الآخر الولد رجع سليم برضه، فبيقترح عليه الساحر اقتراح تاني وبيقوله المرة دي موت الغلام هيكون مؤكد، وبيقوله على مكان في البحر محدش بيقرب منه علشان معروف بالأسماك المفترسة والمتوحشة. وبيقترح على الملك إنه يخلي الغلام يروح مع مجموعة من الصيادين لرحلة في البحر ويخلصوا منه هناك، والفكرة دي بتعجب الملك برضه، وبيؤمر مجموعة من البحارة إن هم ينفذوا. وزي المرة اللي فاتت بتحصل حادثة للمركب وبسببها البحارة اللي عليها بيموتوا، لكن عبد الله بيرجع سليم. ولما بيروح للملك بيقوله إن ربنا خلق كل شيء في الدنيا ليه قدر ونصيب وعمر، وأنا عمري لسه مخلصش ولسه ربنا ما أذنش إني أموت بالطرق دي، ولو عايز تموتني لازم تسمع كلامي وأنا هقولك تموتني إزاي. والملك بيوافق على كلامه وبيقوله عبد الله نتقابل بكرة في وسط المدينة. وتاني يوم بيكون الملك جاهز ومعاه حراس كتير، وبيقف أهل المدينة كلهم علشان يتفرجوا على الغلام وهو بيموت، بس من جواهم عايزين يمنعوا موته لكنهم خايفين ومش عارفين يعملوا ايه. والملك بيأمر الحراس إنهم يضربوا الغلام بالأسهم، واللي هيقتله هياخد مكافأة من الملك. وبيبدأ كل الحراس يضربوا أسهم على الغلام، لكن ولا سهم بيجي فيه وكل الأسهم مش بتأذيه، فبيقول الغلام للملك لو عايز تقتلني خد السهم بتاعي وقول ورايا الجملة دي بسم الله ربي الغلام. والملك فعلا بيسمع الكلام وبيقول بصوت عالي بسم الله ربي الغلام، وبيضرب السهم، والسهم بيجي في عبد الله وفعلا بيموت. لكن بعدها بيتفاجئ الملك بأهل المدينة كلهم وهم بيرددوا بصوت عالي وبيقولوا بسم الله ربي الغلام وأشهد أن لا إله إلا الله، فبيتعصب الملك إن كل المدينة بقت مؤمنة بالله ومحدش فيهم بقى شايف إنه إله خلاص. وساعتها بيأمر حراسه كلهم إنهم يحفروا حفرة كبيرة، أو باللغة العربية إنهم يحفروا أخدود، والأخدود ده حفرة عميقة جدا وطويلة، وبيرمي في الأخدود ده كل الناس اللي آمنت بربنا. وبتحصل واحدة من المعجزات لما كان في ست معاها طفل رضيع وبتعيط لأنها خايفة عليه، وساعتها الرضيع بيتكلم وبيقول لمامته اثبتي فأنتي على الحق. وبكده بتكون خلصت حكاية النهاردة.